السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي هنشتغل مع بعض النهاردة أول درس في الهندسة. مفاهيم هندسية. نشوف كده مع بعض أول سؤال، نقرأ مع بعض يلا. الزاوية التي قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة تسمى نقطة. أنا عاوز زاوية قياسها بيكون محصور ما بين 90 و 180، يبقى الزاوية ديت معناها إيه؟ تمام، زاوية منفرجة، يبقى معنى كده إن قياس الزاوية المنفرجة محصور ما بين 90 درجة و 180 درجة. طب تعالوا كده نشوف مع بعض السؤال الثاني، بيقول لي قياس الزاوية المستقيمة. طب الزاوية المستقيمة عملت في خط مستقيم، احنا عارفين ان قياس الزاوية المستقيمة كام؟ تمام، 180 درجة. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف الموضوع اللي هنتكلمه عليه النهاردة. المفاهيم الهندسية هي عبارة عن مفاهيم هتساعدنا بعد كده في شغل الهندسة بتاعنا، في المسائل، في البراهين اللي هنطلعها بعد كده. فلازم نبدأ نعرف ايه المفاهيم الهندسية المستخدمة في منهج الهندسة او في العلم بتاع الهندسة بوجه عام. نبدأ كده بأول مفهوم، القطعة المستقيمة. كلنا عارفين يعني ايه قطعة مستقيمة، وكلنا عارفين شكلها ورسمناها كتير جدا. طب ايه هو التعريف الرياضي ليها؟ لقينا ان القطعة المستقيمة تعريفها هي مجموعة من النقط المكونة من نقطتين مختلفتين وجميع النقط الواقعة بينهما عند توصيل النقطتين باستخدام المسطرة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو بصينا الرسمة اللي قدامنا هنلاقوا ان في قطعة مستقيمة. القطعة المستقيمة ديت هي عبارة عن مجموعة من النقط متوصلة ما بين نقطة ألف ونقطة ب. يبقى احنا عندنا نقطة ألف ونقطة ب، لما نوصله بين النقطتين دول يبقى كده احنا اتكون عندنا قطعة ايه؟ مستقيمة. لو ناخد بالنا كده من الملاحظات ديت، الملاحظة الأولى بتقول لي ايه؟ القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية، زي ما اتفقنا احنا كان عندنا نقطتين ثابتين ألف وب وصلنا ما بينهم فبقى عندي قطعة مستقيمة. يبقى هي لها بداية ولها نهاية. طب بالنسبة لرمز القطعة المستقيمة، لما اجي اكتب القطعة المستقيمة ممكن ابدأ بنقطة ألف وبعدين نقطة ب، أو نقطة ب وبعدين نقطة ألف، مش هتفرق معايا، المهم إن أنا أحط رمز القطعة المستقيمة فوقيها. يبقى أنا أقدر أكتب ألف ب قطعة مستقيمة أو ب ألف قطعة مستقيمة. وطالما القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية يبقى أنا أقدر أقيس طولها. أنا ممكن باستخدام المسطرة أو باستخدام المتر أو أي أداة للقياس أقدر أقيس طول القطعة المستقيمة عشان لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية. كده احنا اتكلمنا عن اول مفهوم عندنا اللي هو القطعة المستقيمة. نشوف كده مع بعض تاني حاجة، الخط المستقيم. الرسمة اللي قدامنا هي رسمة موضحة للخط المستقيم. طب هل ايه الاختلاف ما بين الخط المستقيم والقطعة المستقيمة؟ تعال نشوف كده تعريف الخط المستقيم. الخط المستقيم هو قطعة مستقيمة ممتدة من جهتيها بلا حدود. معنى ايه الكلام دوت؟ لو بصينا الرسمه اللي عندنا هنلاقوا ان في قطعه مستقيمه من النقطه الف لحد النقطه ب، زي ما قلنا في المفهوم اللي فات ان القطعه المستقيمه هي عباره عن مجموعه من النقط محصوره ما بين نقطه بدايه الف ونقطه نهايه ب. طيب ايه اللي حول او ايه اللي خلى القطعه المستقيمه الف ب تتحول لخط مستقيم؟ بيقول لي ان هو قطعه مستقيمه ممتده من جهتيها المقصود بيهم نقطه البدايه ونقطه النهايه، يعني من عند نقطه الف ومن عند نقطه ب. يعني ايه بلا حدود؟ بلا حدود يعني ممتدة إلى ما لا نهاية، مفيش توقف في الامتداد. عشان كده جينا عند البداية اللي هي ألف لقينا إن في سهم، السهم دوت بيدل إلى الامتداد إلى ما لا نهاية. وعند نقطة النهاية اللي هي ب نفس الكلام برضو، امتدت إلى ما لا نهاية. يبقى معنى كده إن الخط المستقيم هو أساسه قطعة مستقيمة. طب اتحولت إزاي لخط مستقيم؟ إن إحنا جينا من عند البداية مدينا القطعة إلى ما لا نهاية، ومن عند النهاية اللي هي نقطة ب مديناها برضو إلى ما لا نهاية. تعالوا كده نشوف الملاحظات اللي معانا دلوقتي. بيقول لي الخط المستقيم ليس له بداية ولا نهاية، وطبعا ده عرفناه من التعريف بتاعه. طب تاني ملاحظة بيقول لي ايه؟ يرمز للخط المستقيم برضه نفس نقطتين، اللي هما اي نقطتين بيقعوا على الخط، زي مثلا نقطة ا ب
او ممكن اكتبها بالعكس زي ما اتفقنا المره اللي فاتت واكتبها ب الف، بشرط ان انا احط رمز الخط المستقيم فوق الحرفين الف وب. طبعا رمز الخط المستقيم بستخدم فيه السهمين اللي هما بيدلوا على ان الخط ممتد من الطرفين بلا حدود او بلا نهايه. طب الملاحظه الثالثه، الخط المستقيم علشان ملهوش لا بدايه ولا نهايه يبقى انا ما اقدرش اقيس طوله لانه ممتد من الطرفين الى ما لا نهايه، فما اقدرش ان انا اقيس طوله، في حين ان القطعه المستقيمه كنت اقدر اقيس طوله. المفهوم الثالث الشعاع. طيب احنا عرفنا يعني قطعه مستقيمه وعرفنا ايه اللي خلى القطعه المستقيمه تتحول لخط مستقيم. الشعاع دوت هو عباره عن ايه؟ برضه هو في اساسه عباره عن قطعه مستقيمه. طيب هل في فرق بين الشعاع وبين الخط المستقيم اللي احنا قلنا من شويه؟ الخط المستقيم لو نفتكر كده كان تعريفه هو عباره عن قطعه مستقيمه ممتده من طرفيها بلا حدود. طب نقرا كده تعريف الشعاع. الشعاع بيقول هو عباره عن قطعه مستقيمه ممتده من، خد بالك كده من ايه؟ من احد طرفيها. يعني احد طرفيها، احد طرفيها زي الرسمه اللي قدامنا. احنا عندنا القطعه المستقيمه اللي هو بدايه التعريف اللي عندنا هي القطعه الف ب. الف ب نقطه بدايه، الف نقطه نهايه ب. التعريف بيقول لنا هي ممتده من احد طرفيها، يعني من عند الف او من عند ب. هنا في الرسمه او في التوضيح اللي قدامنا امتدت من عند ب. طب ممتده لحد فين؟ الى ما لا نهايه. طيب هل معنى كلامنا هنا ان الخط المستقيم هو هو الشعاع؟ اي لا، الفرق بينهم ان الخط المستقيم كان الامتداد من الطرفين من عند الف ومن عند ب، انما الشعاع هي ممتده من احد الاطراف، يعني من عند ب بس او من عند الف بس. هنا الرسمه عندنا نقطه البدايه الف ومن عند ب امتد الشعاع الى ما لا نهايه. طب تعالوا بقى نشوف كده الملاحظات اللي عندنا على الشعاع. اول حاجه زي التعريف بتاعنا، الشعاع له بدايه وليس له نهاية، زي الرسمة اللي قدامنا زي ما اتفقنا هو له بداية عند نقطة ألف لكن ليس له نهاية لأنه مشى في اتجاه النقطة ب إلى ما لا نهاية. طب الملاحظة الثانية بيقول إن أنا برضو هرمز للشعاع بتاعي بأي نقطتين موجودين على الشعاع، لكن لازم أستخدم نقطة البداية اللي هي ألف في الرسمة اللي قدامي، والشعاع ماشي من نقطة ألف في اتجاه النقطة ب، عشان كده أنا استخدمت رمز الشعاع بدايته اللي هي نقطة البداية فوق ألف، والسهم بتاعي بيشير إلى إنه ماشي في الاتجاه بتاع النقطة ب، يبقى أنا هقراه الشعاع ألف ب، يعني بدأ من نقطة ألف وماشي في اتجاه ب إلى ما لا نهاية. طيب الملاحظة اللي بعد كده، هل الشعاع اللي بدأ من نقطة ألف وماشي في اتجاه ب إلى ما لا نهاية هو هو الشعاع اللي بدأ من نقطة ب وماشي في اتجاه ألف إلى ما لا نهاية؟ طبعا بيختلف، لان كل واحد بدا من نقطه مختلفه وماشي في اتجاه مختلف، يبقى معنى كده ان الشعاع ب الف لا يساوي الشعاع الف ب. طيب هل الشعاع ده ممكن اقيس طوله؟ هو صحيح له نقطه بدايه لكنه ماشي الى ما لا نهايه، يبقى ما اقدرش ان انا اقيس طوله، عشان كده الملاحظه الخامسه بتقول لي الشعاع لا يمكن تحديد طوله. نشوف كده ملاحظة هامة جدا. بعد ما عرفنا يعني ايه قطعة مستقيمة وعرفنا يعني ايه شعاع وعرفنا يعني ايه خط مستقيم، نشوف كده عندنا لو في قطعة مستقيمة بنرمز لها ألف ب، يعني لو عندنا كده ما احنا شايفين ألف ب قطعة مستقيمة، العلامة اللي جنبها دي كنا خدناها قبل كده ان هي معناها مجموعة جزئية. يعني ايه مجموعة جزئية؟ يعني جزء من، حتة من. طيب حتة من ايه؟ لو نفتكر كده تعريف الشعاع، تعريف الشعاع كان قطعة مستقيمة ممتدة من أحد طرفيها، يعني معنى كده إن قطعة مستقيمة هي موجودة جوه الشعاع، عشان كده قلنا أول جزء إن أ ب قطعة مستقيمة جزئية أو مجموعة جزئية من الشعاع أ. طيب نبص كده، طب والشعاع أ ب يعتبر برضه مجموعة جزئية من الخط المستقيم أ ب. طب ليه الشعاع مجموعة جزئية أو جزء من المستقيم؟ لأن الشعاع هو قطعة مستقيمة امتد من أحد الأطراف، يعني من عند أ أو من عند ب. هنا الرمز بيقول لنا ان هو بدا من الف وامتد من ب الى ما لا نهايه، انما الخط المستقيم اللي هو الف ب هو ممتد من عند الف الى ما لا نهايه وممتد من عند ب الى ما لا نهايه. يعني معنى كده ان القطعه المستقيمه مجموعه جزئيه من الشعاع مجموعه جزئيه من الخط المستقيم، زي ما قرينا زي ما هنقرا تحت كده، القطعه المستقيمه الف ب
مجموعة جزئية من الشعاع ألف ب مجموعة جزئية من المستقيم ألف ب. طب تعالوا معانا كده نشوف الرقم 4 الزاوية. ايه هي الزاوية؟ الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. طيب لو هنبص كده على الرسمة بتاعتنا، انا عندي مثلا نقطة الف وعندي شعاعين الف جيم والف ب، يبقى الشعاعين دول هما الاثنين لهم نفس نقطة البداية اللي هي نقطة الف، والنقطة الف هسميها رأس الزاوية. طب الشعاع الف ب والشعاع الف جيم كل واحد فيهم هسميه ضلع من اضلاع الزاوية. يبقى عشان كده التعريف بتاعنا بيقول لي ان ايه هي الزاوية؟ هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية، زي شعاع الف ب وشعاع الف جيم هما الاثنين لهم نفس نقطة البداية الف، وبالتالي يكونوا زاوية. طيب لما اجي اقرا الزاويه او اكتبها، الاقي ان انا بكتب الزاويه باستخدام ثلاث حروف بحيث ان راس الزاويه يكون في المنتصف، فانا ممكن اكتب الزاويه ج ا ب او اكتب الزاويه ب ا ب. الزاويه ديت ليها قياس. يعني ايه قياس الزاويه؟ احنا لما جينا اتكلمنا على القطع المستقيمه عرفنا ان القطع المستقيمه اقدر اقيس طولها باستخدام المسطره او متر او اي اداه لقياس الطول، لان هي ليها بدايه وليها نهايه. طب هل الزاويه هي برضو ليها قياس او ليها طول؟ اول حاجه عاوزين نعرفه ان الزاويه ليها قياس ملهاش طول، الطول بالنسبه للقطع المستقيمه، انما الزاويه هو عباره عن قياس. طب ايه هو القياس ده؟ بيقول لي قياس الزاويه هو العدد الدال على مقدار الانفراج الحادث بين ضلعين. لو بصينا الرسمه اللي قدامنا في العين، الزاويه فوق هنلاقي ان في ضلعين اللي هو قطعه الشعاع ا ب والشعاع ا ب. الشعاعين دول تقابلوا مع بعض في نقطه ا. مدى الانفراج اللي حدث ما بين الشعاع ا ب او ضلع الزاويه ا ب وضلع الزاويه ا ب هو ده يعتبر قياس الزاويه. قياس الزاويه او قياس الزاويه بوحده حاجه اسمها الدرجه. يبقى وحده قياس الزاويه هي الدرجه. رمزها ايه؟ هي دايره صغيره حط فوق الرقم او فوق الدرجه اللي موجوده او فوق الرقم بتاع قياس الزاويه. تقسم الدرجه الى اجزاء اصغر منها هي الدقيقه والثانيه. يعني معنى كده الزاويه اللي قدامنا يبقى ليها قياس بالدرجات وبالدقائق وبالثواني. ايه العلاقه اللي بين الدرجه وبالدقيقه وبالثانيه؟ هنلاقي ان الدرجه الواحده بتساوي 60 دقيقه وان الدقيقه الواحده بتساوي 60 ثانيه. ناخد بالنا من الرموز، الدرجه رمزها دايره صغيره، دقيقة رمزها شبه الفتحة بتاعت العربي، والثانية عبارة عن فتحتين. كل ده بيتحط فوق الرقم اللي هو يعتبر قياس للزاوية. طب تعالوا بقى نتعرف مع بعض على أنواع الزوايا. أول حاجة عندنا هي الزاوية الصفرية. ايه هي الزاوية الصفرية؟ لو تفتكروا كده في تعريف الزاوية كان بيقول لي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. طب انا هنا عندي في الرسمة شعاعين فعلا، الشعاع ا ب والشعاع ا ج، بس هنا في ملاحظة ان الشعاعين بتوعي انطبقوا على بعض. طيب كنا لما اجي عرفنا ايه هو الزاوية وقلنا ان هي العدد الدال على مقدار الانفراج بين ضلعي الزاوية، هلاقي هنا ان انا ما عنديش انفراج اصلا ما بين ضلعي الزاويه لان الشعاعين بتوعي منطبقين على بعض. يبقى معنى كده ايه العدد الدال على الانفراج هنا؟ يبقى العدد ده صفر لان الشعاعين منطبقين على بعض، وعشان كده من اسمها الزاويه الصفريه هي الزاويه اللي قياسها بيكون صفر درجه واللي بيكون الضلعين بتاعها منطبقين على بعضهم. نبص كده لتاني نوع من الزوايا، الزاوية الحادة. احنا اتفقنا مع بعض ان قياس الزاوية او الدرجة اللي بتعبر عن الزاوية هو العدد الدال على الانفراج بين ضلعي الزاوية. هنا الشعاعين او ضلعين الزاوية ا ب و ا ج دول متحدين مع بعض في نقطة ألف. طيب يبقى الزاوية اللي موجودة عندنا الضلع الأول بتاعها ا ج، الضلع الثاني اللي هو ا ب، رأس الزاوية اللي هو ألف.
الزاويه الحاده. امتى بتكون زاويه حاده؟ بيقول لي الزاويه تسمى زاويه حاده لو كان قياسها اكبر من صفر، يعني قياسها زاد على الزاويه الاولانيه اللي هي الزاويه الصفريه. بس الرقم ده لازم يكون اقل من 90 درجه، يعني اي رقم اي درجه موجوده للزاويه اسميها حاده امتى؟ لو كان محصور ما بين الصفر وال90 درجه، يعني زاويه 30 درجه، زاويه 40، زاويه 65، اي رقم يزيد عن الصفر ويقل عن ال90 درجه. النوع الثالث من الزوايا عندنا هي الزاويه القائمه، وطبعا دي احنا عارفينها من زمان. الزاويه القائمه زي ما احنا شايفين الشعاع ا ب والشعاع ا ج متعامدين على بعض، وبالتالي بيصنعوا زاويه قياسها 90 درجه. يبقى الزاويه القائمه هي الزاويه اللي قياسها 90 درجه بالظبط. النوع الرابع الزاويه المنفرجه. الزاويه المنفرجه هي زاويه متحده من ضلعين دول هم ا ب و ا ج، بس قياسها هيزيد شويه. احنا قلنا الزاويه القائمه لما يكون الضلعين متعامدين بيعملوا زاويه 90 درجه. طب لو الرقم او القياس زاد عن ال 90 في الحاله ديت بسمي الزاويه زاويه منفرجه. طب هو اي رقم فوق 90 وخلاص؟ إيه لا، لازم تكون اكبر من 90 واقل من 180 درجه. يبقى الزاويه المنفرجه هي زاويه زي اللي موضحها قدامنا بيكون قياسها اكبر من 90 درجه واقل من 180 درجه. قياس الزاويه او الرقم التالي على الانفراج بين الضلعين بعبر عنه عن مكان تقاطع الضلعين مع بعض اللي هو راس الزاويه اللي هو عندنا في الرسمه هنا ا. احنا كده عرفنا اول اربع انواع للزوايا: الزاويه الصفريه، الحاده، القائمه، المنفرجه. النوع الخامس هو الزاويه المستقيمه. طب لو بصينا كده على الزاويه اللي قدامي، انا عندي شعاعين ب ج والشعاع كمان ب ا بيصنعوا زاويه بس كونت عندي خط مستقيم. يبقى الزاويه بتاعتي اللي هي ا ب ج او ج ب ا اصبحت زاويه مستقيمه لانها كونت قدامي خط مستقيم. طب قياس الزاويه المستقيمه كام؟ قياسها بيكون 180 درجه بالظبط. وزي ما اتفقنا ان الضلعين بتوعها ب ا وب ج على استقامه واحده. اخر نوع عندنا من الزوايا الزاويه المنعكسه. لو بصينا الرسمه اللي قدامنا كده، لو ان في زاويه حاده او زاويه منفرجه بين قدامنا اللي هي زاويه ج ب ا بتبقى عباره عن زاويه منفرجه. بس تعبير الزاويه المنعكسه او يعني تعريف الزاويه المنعكسه هي الزاويه التي قياسها اكبر من 180 درجه. يعني اكبر من 180 درجه؟ يعني انا هاخد الزاويه الجزء الاكبر فيها، الجزء الكبير لو في الرسمه عندنا هنا اللي هو الجزء اللي من فوق للزاويه. لان امتى بتكون الزاويه تسمى زاويه منعكسه؟ لو كان قياسها اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه. يبقى انا مش هاخد الزاويه اللي تحت الرسمه عندنا، انا هاخد الزاويه اللي فوق اللي هي موضحه ج ب ا، دي تسمى زاويه منعكسه لما بيكون قياسها اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه. طب تعالوا كده نشوف مع بعض مثال واحد بيقول لي ايه. اذكر انواع الزوايا التي قياس كل منها، وبديني زوايا وعايزني اقول له نوع كل واحده منها. طب تعالوا كده نبص على الزاويه الاولى. بتديني زاويه قياسها 32 درجه. طب انا هفكر كده ال 32 درجه دي اكبر من صفر واقل من 90، يبقى دي زاويه ايه؟ طبعا زاويه حاده. رقم 2 زاويه 90 درجه. احنا خدنا في انواع الزوايا ان الزاويه اللي فاتت 90 درجه هي زاويه قائمه، يبقى الزاويه القائمه تمام كده هي زاوية قياسها 90 درجة. بالنسبة لرقم 3 مديني زاوية قياسها 110 درجة. طبعا ال 110 دي زاوية قياسها أكبر من 90 وفي نفس الوقت أقل من 180، يعني أكبر من القائمة وأقل من المستقيمة، يبقى دي زاوية إيه؟ طبعا زاوية منفرجة. رقم 4 زاوية قياسها 250 درجة. نوع الزاويه يبقى انا لازم اعرف القياس بتاعها او الرقم الموضح ليها اللي هو ال 250 ده تبع انهي نوع من الست انواع اللي عندنا. هنلاقوا ان ال 250 ديت اكبر من ال 180 واقل من ال 360. طب احنا قلنا ايه نوع الزوايا او اسم الزاويه اللي قياسها بيبقى محصور ما بين 180 و 360؟ ها يبقى زاويه ايه؟ تمام، زاويه منعكسه. طب تعالوا كده نشوف المساله رقم 5. كاتب لي انا عندي زاويه قياسها 179 درجة و60 دقيقة. طيب
محدش بقى يتخدع ويقول 179 وبس، لا ده انا عندي كمان 60 دقيقة. طيب حد فاكر كده الواحد درجة كانت تساوي كام دقيقة؟ تمام، الدرجة الواحدة كانت تساوي 60 دقيقة، معنى كده ان ال 60 دقيقة دي بتساوي 1 درجة، يبقى انا ممكن اضيف الواحد درجة على ال 179 درجة اللي عندي، فيبقى عندي 180 درجة. يبقى الزاوية اللي قدامي 179 درجة في 60 دقيقة دي اساسا بتساوي 180 درجة، وال 180 درجة طبعا بتمثل زاوية ايه؟ بتمثل تمام زاوية مستقيمة. نشوف مع بعض اخر زاوية عندنا 180، خد بالك كده وربع، 180 وربع. يعني ايه 180 درجة وربع؟ هو عايز نوع الزاوية اللي الرقم الموضح ليها او الانفراج الحادث بين ضلعيها 180 وربع. طبعا كتير مننا هنشوف ال 180 هنجري ونقول على طول دي زاوية مستقيمة. خد بالك زي ما شفنا في المثال اللي قبله، احنا ما اتخدعناش في زاوية 179، احنا شفنا ايه الدقايق اللي موجودة ديت او الكسور اللي موجودة ديت نجمعها زي على الدرجات، فلقينا ان الزاوية ال 179 بقت زاوية مستقيمة عشان زودنا 60 درجة. طيب هنا الزاوية 180 هي فعلا ال 180 زاوية مستقيمة، بس هنا زادت عن ال 180 شوية بربع. طيب الزاوية اللي اكبر من 180 درجة، على فكرة انواع الزوايا اللي هي اكبر من 180 درجة اكبر باي شيء باي جزء حتى لو مقدار ضئيل جدا. طيب لما الزاوية تبقى اكبر من 180، يعني 180 وربع، احنا قلنا الزاوية اللي قياسها اكبر من 180 زاوية نوعها ايه؟ تمام، زاوية منعكسة، لان الرقم هنا اكتر من 180. انت ما تتغرش بالرقم بتاع الدرجات، اقرا المسألة كويس واعرف ايه الكسور او ايه الاجزاء الصغيرة اللي جنب الدرجة عشان تعرف تحدد نوع الزاوية. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على بعض العلاقات والمصطلحات الخاصة بالزوايا. اول حاجة هنعرفها الزاويتان المتجاورتان. طبعا من الاسم كده زاويتين متجاورتين يبقوا جنب بعض، تمام، بس في تعريف رياضي لكلمة زاويتان متجاورتان. ايه هو بقى؟ بيقول يقال لزاويتين انهما متجاورتان اذا اتحقق شرطين. الشرط الاول ان هما لازم يكونوا مشتركتان في رأس وضلع. لو بصينا كده على الرسمة الموضحة قدامنا، انا عندي زاوية الف ب د وعندي زاوية ج ب د، شايفينهم معايا؟ الف ب د وج ب د، هما الاثنين مشتركتان في نفس الرأس ب، وكمان في ضلع مشترك ب د. الضلع ب د موجود في الزاوية الأولى ألف به دال وموجود في الزاوية الثانية جيم به دال. يبقى ده أول شرط موجود عندي، الزاويتين لهم رأس وضلع مشترك. طب إيه الشرط الثاني؟ إن الضلعان الآخران غير بقى الضلع المشترك، الضلعين الآخرين موجودين في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. طب تعالوا نرجع للضلع المشترك بتاعنا، هو به دال زي ما اتفقنا. مين الضلعين الآخران؟ به ألف وبه جيم، وهما فعلا بيقعوا على جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يبقى فعلا زاوية ألف ب د وزاوية ج ب د أقدر أقول عليهم زاويتان متجاورتان. طيب نشوف كده ملاحظتين مهمتين جدا. الملاحظة الأولى بيقول لي هنا زاويتين، الزاوية الأولى اسمها ألف دال، الزاوية الثانية ألف ب ج. كتب لي هنا إن الزاويتين دول زاويتين غير متجاورتين، مع إن نفس الرسمة اللي عندنا هنا تقريبا نفس الرسمة اللي موجودة في تعريف الزاويتين المتجاورتين. طب مستر ما هما الزاويتين دول يعتبروا زاويتين متجاورتين، إيه اللي هما مش أي زاويتين جنب بعض أسميهم زاويتين متجاورتين؟ هما إيه الفرق؟ إيه اللي أسمي زاويتين متجاورتين لما يتطبق فيهم الشرطين؟ إن لازم يكون في رأس وضلع مشتركتين فيها الزاويتين، والشرط الثاني مهم جدا ان يكون الضلعين الاخرين في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. طيب تعال نبص كده للزاوية الاولانية. الزاوية الاولانية ألف ب د، ماشي ايدك كده على الزاوية ألف ب د. الزاوية الثانية ألف ب ج، ألف ب ج. ايه الضلع المشترك او ايه الحاجة اللي اتكررت في الزاوية الاولى والزاوية الثانية؟ تمام، اللي هو الضلع ب ألف. طيب يبقى به ألف اللي هو الضلع اللي تحت دوت هو ده الضلع المشترك.
اذا كان مستر انت قلت لي ان الشرط الثاني عشان الزاويتين يبقوا زاويتين متجاورتين ان الضلعين الاخرين هم عندنا هنا ب د و ب ج لازم يكونوا في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. الله، طب ازاي ا ب ضلع مشترك وازاي يبقى الضلعين في جهتين مختلفتين والاثنين فوق الضلع اللي هو ب د و ب ج؟ يبقى لو الشرطين شرط اتحقق والثاني ما اتحققش يبقى الزاويتين دول زاويتين غير متجاورتين. يعني معنى كده ان لازم يكون في اشتراك في راس وضلع هنا مشتركين في الراس ب والضلع ا ب. الشرط الاول اتحقق، طب هل الشرط الثاني متحقق؟ اي لا مستر مش متحقق، لان الضلعين موجودين فوق الضلع او في اتجاه واحد من الضلع المشترك. يبقى في ان الضلعين ب د و ب ج في نفس الجهه من الضلع المشترك ب ا. الملحوظه الثانيه، لو بصينا كده على الرسم اللي قدامنا احنا برضو عندنا زاويتين، واحدة اسمها ألف به جيم، شايفينها كلنا ألف به جيم، والزاوية الثانية هي جيم دال ه. الزاوية الثانية هي جيم دال ه. هل الزاويتين دول اقدر اقول عليهم زاويتان متجاورتان؟ هل الشرطين بتوعنا اتحققوا؟ طب تعالوا كده نشوف الشرط الاولاني، لازم يكون لهم ايه؟ رأس مشترك وضلع مشترك. طب بالنسبة لأول زاوية رأسها إيه؟ تمام، رأسها نقطة ب ألف ب ج، رأسها ب. طب والزاوية الثانية ج د ه، رأسها د. يبقى معنى كده إن أول شرط عندي متحققش، إن الزاويتين هنا ملهمش نفس الرأس المشترك. يبقى في الحالة دي ما أقدرش أقول عليهم إن هما زاويتان متجاورتين على الرغم من وجود ضلع مشترك ما بين الزاويتين اللي هو امتداد الضلع به جيم، لكن طالما الرأس غير مشترك يبقى الزاويتين دول غير متجاورتين. العلاقات الثانية اللي بين او ثاني علاقة بين الزاويتين الزاويتين المتتامتين. امتى اقول الزاويتين المتتامتين؟ بيقول لي ان الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قياسهما ليساوي 90 درجة. والثاني الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90 درجة. نبص للشكل الموضح قدامنا الاقي ان في زاويتين، الزاوية الاولى ألف ب د، الزاوية الثانية د ب ج. الزاوية الاولى ألف ب د في رقم مكتوب عليها اللي هو 30 درجة، يبقى قياسها 30 درجة. الزاوية الثانية د ب ج في رقم مكتوب اللي هو قياسها اللي هو كم درجة؟ 60 درجة. طيب هل الزاويتين دول لو جمعنا ال 30 و 60 هيساوي 90؟ ايه اللي طبعا لو قلنا قياس زاوية ألف ب د زائد قياس زاوية د ب ج يعني 30 زائد 60 بيساوي كم درجة؟ 90 درجة. طالما ان قياس الزاويتين بقى 90 درجة يبقى الزاويتين دول بيطلق عليهم زاويتان متتامتان. اذا زاوية ألف ب د وزاوية د ب ج زاويتين متتامتين. يبقى امتى اخر مره هنقول امتى الزاويتين بيكونوا متتامتين؟ لما اجمع قياساتهم والناتج يطلع 90 درجه. طب تعال شوف كده بعض الملاحظات على الزاويتين المتتامتين. طالما مجموعهم لازم يكون 90 يبقى الزاويتين المتتامتين دول اما ان تكونان زاويتان حدتان زي المثال اللي فات، واحده 30 واحده 60 مجموعهم 90 يبقى هما الاثنين زوايا حاده، أو إن تكون إحداهما صفرية والأخرى قائمة. فعلا لو أنا عندي زاوية صفرية وزاوية قائمة هيبقى مجموعهم صفر زائد 90 90 برضو، يبقى في الحالة دي هما برضو زاويتين متتامتين. يبقى يا إما هما الاثنين زوايا حادة أو واحدة صفرية والتانية قائمة. طب الملاحظة التانية، متممات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس بتكون متساوية في القياس. ممكن ما تكونش باينه قوي الملاحظه دي، بس تعالوا كده نفترض ان انا عندي زاويه ألف قياسها مثلا 30 درجه وقلت لك ان زاويه ب بتتمم ألف يبقى ب بكام؟ 60. طب لو قلت لك ج بتتمم ألف برضه يبقى برضه ج ب 60. يبقى الزاويتين المتتامتين في الحاله دي اللي هما الاثنين بيتمموا نفس الزاويه ألف يبقى هما الاثنين قد بعض. طب تعالوا نشوفها كده بالرموز. بيقول لي ايه؟ لو زاوية أ تتمم زاوية ب وزاوية ج بتتمم زاوية ب برضه
يبقى معنى كده استنتج ايه؟ استنتج ان قياس زاوية الف قد قياس زاوية ج. النوع الثالث العلاقات بين الزوايا الزاويتان المتكاملتان. امتى الزاويتين بيكونوا زاويتين متكاملتان؟ اي ان الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسيهما 180 درجة. ثاني، الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسيهما 180 درجة. لكن الفرق ما بين النوع ده والنوع اللي قلنا من شوية، النوع اللي قلنا من شوية كان زاويتان متتامتان، قلنا إن الزاويتين المتتامتين مجموع قياسهم 90. الزاويتين المتتامتين مجموع قياسهم 90، إنما الزاويتين المتكاملتين مجموع قياسهم 180 درجة. نبص برضو على الرسمة اللي عندنا، لو إن في زاويتين، الزاوية الأولى زاوية أ ب د، الزاوية الثانية زاوية د ب ج، أ ب د 120، د ب ج 60. زي ما قلنا من شوية في الزاويتين المتتامتين، هناك قلنا مجموعهم 90، طب المتكاملتين يبقى مجموعهم 180. يعني لو جمعنا قياس أ ب د زائد قياس د ب ج 120 زائد 60، الناتج يدينا 180 درجة. طالما إن ناتج مجموع قياسي الزاويتين 180 درجة، تبقى زاوية أ ب د وزاوية د ب ج دول زاويتين متكاملتين. طب تعالوا كده نشوف ملاحظات على الزاويتين المتكاملتين شبه الملاحظات اللي خدناها على الزاويتان المتتامتان من شوية. أول ملاحظة برضو بتقول لي إيه؟ الزاويتان المتكاملتان طالما مجموعهم 180 يبقى ممكن تكون واحدة فيهم حادة والأخرى تبقى منفرجة. زي المثال اللي احنا خدناه من شوية، كان عندي زاوية قياسها 120 دي منفرجة، عندي التانية اللي بتكملها هيكون قياسها 60 درجة عشان يكون مجموعهم 180 درجة. يبقى واحدة منفرجة تبقى التانية حادة، أو إن تكون إحداهما صفرية والأخرى مستقيمة. لو عندي زاوية صفرية قياسها صفر زائد زاوية مستقيمة قياسها 180، يبقى برضو المجموع 180، فيبقى عندي زاويتان متكاملتان إحداهما صفرية تبقى التانية مستقيمة. أو إن كل واحدة فيهم تكون زاوية قائمة 90 زائد 90 180، يبقى معنى كده إن الزاويتان المتكاملتان ممكن هما الاثنين يكونوا زوايا قائمة. الملاحظة الثانية، مكملات الزاوية الواحدة أو الزوايا المتساوية في القياس تكون متساوية في القياس. ففعلا لو أنا عندي زاوية أ بتكمل الزاوية ب وزاوية ج بتكمل الزاوية ب برضو، يبقى أقدر أستنتج من كده إن قياس الزاوية أ هيساوي قياس الزاوية ج. تعال نطبق كده شوية على اللي احنا قلناه على أنواع الزوايا والكلام دوت كله. مثال واحد أكمل ما يلي. المثال الأول بيقول الزاوية التي قياسها 50 درجة تتمم زاوية قياسها نقط وتكمل زاوية قياسها نقط. واحدة واحدة كده، الزاوية اللي مديها لنا زاوية قياسها 50 درجة تتمم زاوية قياسها كام؟ احنا قلنا كلمة تتمم دي يعني المجموع كام درجة على طول؟ تمام 90 درجة. فلو هو مديني زاوية 50 وعايز زاوية تتممها، لفظ تتمم دي على طول يعني مجموع الزاويتين هو مديهالي اللي هو طالبها مني يكون مجموعهم 90. طب انا اجيب يا مستر الزاوية اللي ناقصة دي ازاي؟ اللي عشان نقدر نجيب الزاوية اللي بتتمم 50 نطرح 90 ناقص 50. كمان مرة عشان خاطر اجيب الزاوية اللي بتتمم 50 درجة هطرح 90 ناقص 50. ليه 90 يا مستر؟ عشان ال 90 هو معنى كلمة إن الزاويتان متتامتان أو تتمم الزاوية الأخرى. طب لو طرحنا 90 ناقص 50 ها يدينا كام؟ 40 درجة. تمام جدا. طيب تعالى نشوف وتكمل أنهي زاوية؟ طب احنا قلنا مستر إن لفظ تتمم ديت معناها 90 درجة. أمال تكمل يعني كام درجة؟ 180. الله ينور. يعني معنى كده ان الزاويه اللي بتكملها هنحسبوها ازاي؟ تتمم طرحنا 90 ناقص 50، طيب تكمل هنطرحه 180 ناقص 50. تمام جدا، هيطلع الناتج 130 درجه. تعالوا كده نبص على
المثال الثاني بيقول لي ايه؟ الزاوية الحادة تتممها زاوية نقط وتكملها زاوية نقط. طبعا الحتة دي عدت علينا في الملاحظات من شوية. الزاوية الحادة تتممها زاوية ايه؟ طبعا تتممها زاوية حادة برضو. طب لو انا اتلخبطت، قرب لنفسك بارقام زاوية حادة مثلا 30 درجة. طب تتممها يبقى لازم يكون المجموعة 90، 90 ناقص 30 يطلع 60، ودي برضو حادة، يبقى الزاوية الحادة تتممها زاوية حادة. طب تكملها زاوية ايه بقى؟ تكملها يبقى المجموع لازم يكون 180، يبقى الزاوية الحادة هتكملها زاوية منفرجة. وزي ما اتفقنا لو انا لسه بقرب لنفسي بالارقام، زاوية حادة 30 يبقى اللي بتكملها 180 ناقص 30 هيطلع 150، يعني معنى كده ان هي هتكون منفرجة. السؤال الثالث، الزاوية التي قياسها نقط تتمم زاوية قياسها 30 وتكمل زاوية قياسها نقط. السؤال دوت قريب شوية من السؤال رقم 1، بس ترتيب الزوايا شوية اختلف. مش مشكلة، نبدأ نشوف برضو ايه الألفاظ اللي عندنا في الجملة. السؤال الأول، السؤال بيقول الزاوية التي قياسها نقط تتمم، معنى تتمم كم درجة؟ تمام 90 درجة. احنا قلنا أول ما الاقي كلمة تتمم يبقى مجموع الزاوية اللي هو مديهالي واللي هو عاوزها مني الاثنين مع بعض 90 درجه. طب هو بيقول لي ان في زاويه قياسها 30 متممتها نجيبوها ازاي؟ تمام، قلنا مع بعض السؤال الاولاني ان انا لما اجيب متممه الزاويه يبقى هطرح 90 ناقص الزاويه اللي هو مديها لي، يعني هقول 90 ناقص 30 هيدينا كام درجه؟ تمام 60 درجه. يبقى الزاويه التي قياسها 60 تتمم زاويه قياسها 30. طيب خد بالك بقى من بقيه الجمله، وتكمل زاويه قياسها اقرا الجملة من أولها تاني. الزاوية التي قياسها، حسبنا الدرجة دي طلعت 60، يبقى الزاوية التي قياسها 60 تتمم زاوية قياسها 30. تكمل زاوية قياسها كام؟ هو مين اللي تكمل أو أنهي زاوية بتكمل؟ ال 60 اللي احنا جبناها ولا ال 30 اللي هو مديها لي؟ لو قرينا الجملة وفهمناها هنلاقي هو المقصود من كلمة تكمل الزاوية الزاوية اللي احنا حسبناها اللي هي 60 درجة. يبقى الزاوية التي قياسها 60 تتمم زاوية 30 وتكمل زاوية نقط، عشان خاطر اجيب النقط الاخيرة بتاعت الزاويتين المتكاملتين يبقى هنطرحه 180 ناقص الزاوية اللي احنا جبناها اللي هي 60 درجة يطلع كام؟ 120. خد بالك بس من السؤال دوت، احنا الزاوية 30 دي استخدمناها فقط عشان نجيب الزاوية المتممة ليها، الناتج اللي احنا حسبناه اللي هو ال 60 هو اللي جبنا بيه الزاوية اللي بتكملها. طب تعالوا مع بعض كده نشوف المثال الثاني. بيقول لي اكمل ما يلي، بين اي نقطتين مختلفتين يمكن رسم عدد نقط مستقيم يمر بهما. طبعا لو انا عندي اي نقطتين موجودين على الصفحة بتاعتي يبقى انا ما اقدرش اوصل بينهم غير بخط مستقيم واحد فقط. السؤال الثاني، اذا كان قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب يساوي 180 درجة، فإن زاوية ألف وزاوية ب لما يكون عندنا زاويتين مجموع قياسهم 180 درجة، نعم من شوية يبقى زاويتين دول زاويتين إيه؟ تمام زاويتان متكاملتان. طيب لو كان مجموع الزاويتين أكد تاني 90 درجة يبقى الزاويتين متتامتين. فرق بين اللفظين، متتامتين 90 درجة، متكاملتين 180 درجة. طب تعالوا كده نشوف رقم 3 بيقول لي ايه. لو كان الشعاع به ألف عمودي على الشعاع به جيم يبقى قياس الزاوية أ ب ج 90 درجة. طالما هما متعامدين يبقى بيصنعوا زاوية قياسها 90 درجة، يبقى الزاوية أ ب ج هتكون قائمة. السؤال الرابع، إذا كانت زاوية أ تكمل زاوية ب وزاوية أ تكمل زاوية ج، فإن زاوية ب وزاوية ج نقط. يرسل مع بعض تاني. إذا كان زاوية أ تكمل زاوية ب، أ و ب متكاملتان يعني مجموع قياسهم 180 درجة، ونفس زاوية أ بتكمل زاوية ج،
زي ما قلنا من شوية كده عشان تقربها لنفسك، افرد أرقام، افرد زاوية ب برقم أو زاوية أ برقم يبدأ بيها الأول، وشوف زاوية ب هتكملها. يعني لو فرضنا مثلا إن أ 30 درجة، المكملة ليها اللي هي زاوية ب هيبقى 180 ناقص 30 درجة هيبقى 150. طب ما هي أ نفس الكلام برضو ب 30 درجة، الجزء الثاني من السؤال، تكمل زاوية ج، زاوية ج بتكملها يعني 180 ناقص 30 يدينا برضو 150. طيب طالما ان ا بتكمل ب ونفس زاويه ا تكمل زاويه ج، يبقى زاويه ب وزاويه ج زاويتان متساويتان في القياس. عشان كده قلنا من شويه ان مكملات الزاويه الواحده، مكملات الزاويه الواحده بتكون متساويه في القياس. طب تعال نشوف كده الفقره رقم 5 بيقول لي ايه. لو قياس الزاويه س بيساوي 15 درجة، فإن الزاويتين اللتين قياساهما أو قياسيهما 2 قياس س و 4 قياس س هيكونوا إيه؟ طيب أنا عارف قياس س، قياس س دي 15 درجة، يبقى 2 قياس س يعني ضعف قياس س، يعني هيساوي كام؟ 2 في 15 هيدينا 30. طيب 4 قياس س يعني 4 أضعاف قياس س، يعني 4 في 15 ب 60، يبقى أنا عندي ضعف س 30 و 4 أضعاف س 60، يبقى 30 و 60 مجموعهم 90، يبقى معنى كده إن الزاويتين دول هيكونوا زاويتين إيه؟ طالما مجموعهم طلع 90، تمام، يبقى هما زاويتان متتامتان. إذا كان قياس زاوية س يساوي نص قياس زاوية ص، إذا كان قياس زاوية س يساوي نص قياس زاوية ص، وقياس زاوية س بتساوي 30 درجة، يبقى زاوية س وزاوية ص تكونان العلاقة اللي بينهم. عشان نقدر نجيب العلاقة اللي بينهم لازم الأول نعرف زاوية س وزاوية ص قياساتهم بكم درجة. هو بيقول لي هنا إن زاوية س ب 30 درجة، وبيقول لي إن س بتساوي نص قياس زاوية ص، يعني س هي 30 درجة وزاوية ص من المعنى من المعادلة اللي قدامنا ان هي قد س مرتين، يعني معنى كده 30 مرتين او ضعف ال 30 تبقى 60 درجة. يعني لو قلنا 30 بتساوي نص ال 60 يبقى كده المعادلة مظبوطة، يبقى قياس س 30 درجة وقياس ص طلع 60 درجة. طب الزاويتين اللي واحدة ب 30 وواحدة ب 60 لو جمعناهم مع بعض يدونا كام درجة؟ تمام 90 درجة. طب الزاويتين اللي قياسهم 90 درجة بيكون زاويتين ايه؟ الله ينور، زاويتان متتامتان. نشوف مع بعض كده السؤال السابع. السؤال السابع بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي زاوية الف تتمم زاوية ب. افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان قياس الف زائد قياس ب هيساوي 90. طيب نكمل، وان زاوية ب تكمل الزاوية ج. طيب افهم من كده ايه برضو؟ ان قياس ب زائد قياس ج هيساوي 180، يبقى ألف زائد ب 90، ب زائد ج ب 180. طب هو مديني مين؟ هو مديني قياس زاوية ألف 32 درجة، وعايز يعرف قياس الزاوية ج. طب نبدأ واحدة واحدة بقى. ألف تتمم ب، يبقى عشان اقدر اعرف قياس الزاوية ب هقول 90 ناقص 32. طيب 90 ناقص 32 هيدينا 58 درجة. طيب ب بقى بتكمل ج، يبقى عشان اجيب قياس زاوية ج يبقى هقول ايه؟ هقول 180 ناقص الزاوية ب بتاعتي اللي هي كانت 58، فهيطلع لي فعلا قياس زاوية ج ب 122 درجة. كده وصلنا مع بعض لسؤال المتفوقين. أكمل العبارات الآتية. رقم 1، الزاوية التي قياسها 75 درجة تتمم زاوية قياسها نقط.
وتكمل زاوية قياسها نقط. السؤال الثاني بيقول لي الزاوية التي قياسها نقط تتمم زاوية قياسها 67 درجة وتكمل زاوية قياسها كام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.